وعلى جبيننا الفرقد لغة بها نطقت شفاه محمد، لغة بها الذكر الحكيم منزل ومردد. مثل ما شفتوا نحن اليوم حضرنا فعالية اليوم العالمي للغة العربية للسنة الثالثة على التوالي. قامت جامعة حلب في المناطق المحررة بدعوتنا نحن حتى نأدي مع طلابنا عرض مسرحي. طبعا أعمار الأطفال كانت من سنوات فصاعدا، فهذا الشيء يعني كتير كان متعب لنا أنه نحن نحفظهم أشعار فخمة، الشعراء مثل فراهيدي، امرؤ القيس، عنترة، ولكن هذا التعب كله زال لما شفنا ردة فعل الجمهور، لما شفنا كيف الأطفال نحن اليوم كمدربين أبهرونا بالشيء اللي قدموا. أكيد بيقع على عاتقنا نعزز قيمة وحب اللغة العربية بأنفس طلابنا، ونسأل الله أنه نحن نكون أدينا الأمانة المتوجبة علينا. ساعدني على تقديم المديرة كوثر، وشعوري المسرحية كتير حلو. أنا بفتخر بهذا اليوم بمناسبة عيد اللغة العربية. شعر امرؤ القيس: قرأت ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب، وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وارى التراب غريب. معالى الله، ما هذا الذي تقولينه؟ أجل أجل يا امرؤ القيس، الشدة والرخاء، وكنت لنا خير معين. اليوم عملنا احتفالية صغيرة بمناسبة يوم اللغة العربية، عملنا مسرحية وأنا كنت اللغة العربية فيها، دربنا وهي المحاولة الثانية. أنسة كوثر طبعا دربتنا وساعدتنا كتير، وعملنا أكثر من بروفا مشان نقدم شيء بيعجب الجمهور. أولا أنا كتير مبسوطة وبدي يعني أعجب الكل، لمدرستي ولماما وبابا. في شعره وفي ظل القرآن.